احنا مقبلين على جيل جديد من اجهزة الالعاب المنزلية، وكل شركة جالسة تعطينا معلومات جديدة عن اجهزتها بشكل تدريجي. واكيد مثل كل شيء، احد اهم المعلومات اللي ينتظر كشفها اللاعبين بشوق هي شكل يد التحكم الجديدة والخواص اللي بتقدمها. سوني ومايكروسوفت خلال الفترة الماضية كشفوا رسميا عن ايادي التحكم الخاصة فيهم في مناسبات منفصلة، وكل شركة اعلنت عن ايش بتقدم في اليد الجديدة. في هذا الفيديو قررنا نلقي نظر عليهم جنبا الى جنب، وندخلكم معنا أجواء معركة خاصة في حرب الأجهزة، وهي معركة مين يملك اليد الأفضل. قبل ما نبدأ لا تنسون أتزر اللايك واشتركوا بالقناة، والحين خلونا نبدأ. راح نبدأ مع جهاز بلاي ستيشن 5. مثل ما صار الجيل الماضي، سوني كشفت عن يد التحكم قبل ما تكشف عن شكل جهازها الكامل. يد التحكم الجديدة الخاصة بجهاز بلاي ستيشن 5 تملك اسم جديد بالكامل، وهو دوال سينس. وسوني ما اكتفت بالكشف عن الشكل والاسم، لكن أعطتنا أيضا بعض المعلومات المثيرة. في البداية، أول شيء نلاحظه أن شكل يد مقارب ليد بلاي ستيشن 4، ولكن في اختلافات في التصميم نفسه. أول شيء، اليد بدل ما تكون باللون الأسود الكامل، صار لها لونين رئيسيين، وهم الأبيض والأسود، مما يخلينا نتساءل إذا كان نفس الشيء بيطبق على شكل الجهاز. الفارق الثاني الكبير اللي نلاحظه هو أن في اللايت بار الخاص بالإضاءة صار في أطراف لوحة اللمس المعروفة بالتاتش باد، وأيضا زر المشاركة اختفى كليا، وتم استبداله بزر اسمه كرييت. وحاليا للاسف ما في معلومات عن كيفيه استخدام هذا الزر الجديد، لكن قالوا انه بيكون مخصص لصنع المحتوى الخاص فيك ومشاركته. من وجهه نظرنا نعتقد انه بيكون زر لاخذ الصور والفيديو مثل الماضي ونشره على شبكات تواصل مختلفه، ويمكن تقدر من خلاله تبدا بث لعبه على اليوتيوب او تويتش مثلا. وبالنسبه للازرار الرئيسيه فكلها في نفس مكانها السابق وبنفس التوزيع، لكن تم اضافه تقنيه مهمه جديده اسمها هابتك فيدباك للازرار كلها. وظيفه هذه الخاصيه هي انها تعطيك ذبذبات لما تلمس الزر، وتحسسك في اللي جالس يصير داخل اللعبه. مثلا لو كنت تسوق سياره في طريق وعر، او انك مشيت فوق بركه صغيره من الماء، راح تحس فيها عن طريق يد التحكم. سوني قالت ان المطورين يقدرون يستخدمون هذه الخاصيه في جميع العابهم القادمه، وسوني تنوي استخدام هالتقنيه مع تقنيات اخرى في البلاي ستيشن 5 مثل الصوت ثلاثي الابعاد تيمبست، عشان تزيد من اندماج اللاعبين في اجواء العابها. وفي ازرار حصلت على خاصيه ادابتيف تريجرز، وهي الأزرار الكتف، بحيث بتصير هذه الأزرار تعطيك مقاومة معينة أثناء ضغطها، مثل لما تجي تطلق سهم على أعدائك فبتحس المقاومة الخاصة بالقوس، أو لما تجي في مقطع شد حبل أو دفع الباب بتحس بالمقاومة. وأيضا تم تغيير شكل أزرار الكتف بحيث صلها مايلان يجعلهم مريحين أكثر في الاستخدام. إضافة أخرى مهمة جدا لليد، وهي وجود مايكروفون مدمج فيها، وهذا بيسمح لك أنك تدردش مع أخوياك مباشرة من اليد نفسها بدون ما تحتاج لسماعة أو مايك خارجي، وهذا الشيء بيكون مفيد للمطورين واحتمال يستخدمونه كخاصية في الألعاب، مثل أن اللعبة تطلب منك أن تقول كلمات أو جمل في مواقف معينة. البطارية أيضا تم تطويرها وتحسينها بحيث تصمد لوقت أطول وتكون خفيفة في الوزن ولا تتعب اللاعب وهو ماسك اليد. إذا هذه كانت كل معلومات الجديدة عن يد السوني الدول سينس اللي صرحت فيها، واللي بيكون تركيزها الأكبر نقل إحساس اللعبة إلى اللاعب ودمجه بالتجربة بشكل أكبر. الآن نترك يد بلاي ستيشن 5 وننتقل للحديث عن يد الإكس بوكس سيريس إكس الجديدة من مايكروسوفت. أول شيء نلاحظه هو أنها تبدو كنسخة طبقة الأصل من يد الإكس بوكس 1، مع وجود بعض الاختلافات البسيطة في التصميم. أول اختلاف هو وجود زر جديد باسم زر المشاركة، وفكرته نفس فكرة زر المشاركة اللي كان في يد بلاي ستيشن، بحيث تضغط الزر ويخليك تسوي مشاركة للعبك سواء فيديو أو صور، وهذا كان تلبية طلب الجماهير حسب تصريح مايكروسوفت. ثاني تغيير بنلاحظه هو تغيير في تصميم الأسهم أو الديباد، واللي نقدر نقول تغير شكلها بالكامل وصارت أشبه بالأسهم اللي شفناها مع يد الإليت 2 الاحترافية، والهدف أنها بتكون مريحة وأكثر دقة في الاستخدام. وأيضا تم إضافة تطريز على شكل نقاط صغيرة على أزرار الكتف في اليد، الهدف جعل أصبعك أثناء الضغط عليها أكثر ثبات ويمنع الانزلاق، وبتكون شيء مفيد جدا خصوصا في الألعاب اللي تحتاج تستخدم فيها زر الكتف كثير، مثل ألعاب سباق السيارات وألعاب التصويب. وتم أيضا إضافة تحسينات داخلية لليد بحيث تخفف من التباطؤ في نقل الإشارة بين اليد والجهاز، وهذا بيحسن ردة الفعل بين اللاعب واللعبة، وبيكون مفيد جدا خصوصا في الألعاب التنافسية. أيضا ميزة رائعة في اليد، وهي متوافقة مع كثير من الأجهزة الأخرى، بحيث تقدر تستخدمها مع كمبيوترات ولابتوبات ويندوز والجوالات المتنوعة وخدمة إكس بوكس السحابية. كذا نكون غطينا يد الإكس بوكس الجديدة. الشركتين مستمرين في تطوير خدماتهم وأجهزتهم، ويطمح كل منهم لصناعة أفضل يد تحكم ممكنة. اكتبوا لنا في التعليقات مين برأيكم قدم أفضل يد تحكم للجيل القادم، ولا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس عشان تعرفون كل شيء جديد عن بلاي ستيشن 5 والإكس بوكس 1 الجديد على قناة ترو جيمينج.
كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.